السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مروان. وفي هذه لا فيديو غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيتعاود بزاف، يعني كيفاش نقدر ندير اون ليفريزون مع أمانة. دونك كيفاش غتكري ان كونت مع أمانة؟ حاجة اللي هي سهلة، كتشوف أقرب بوسطة ليك، مثلا تشوف أي بوسطة بريد بنك قريب ليك، كتمشي كتحل معاهم ان كونت، ان كونت سيغ شيك. يعني كتمشي عند السيد اللي تما عادي، كتقول ليه فوالا راه بغيت نبدا نصيفط مع امانه لي كولي، كيفاش شمن كونت خصني نكري؟ دونك هو كيكري لك داك لو كونت سيغ شاك، ابخي كيعطيك داك لو كود، يعني داك لو كونت ديالك، وداك لو كونت هو اللي كدير في لي روسو ديال امانه. دونك الوقيته فاش كتكري داك لو كونت، معرفتش واش عندي شي ورقه ديال امانه هنا، ما عنديش ورقه. كتكري داك لو كونت، من بعد سيمانه كيجيك داك لا كارت غيشي، سيمانه ولا 15 يوم ولا كيتعرف، المهم في البوسطه كتعطل شويه. دونك دير دي بيبليسيتي في فيسبوك، كيجيوك دي كوموند. الوقيته فاش كتصيفط كتعمر واحد الورقه ديال الامانه، يعني كتمشي للامانه ولا كتمشي لاي بوسطه، كيعطيوك هاد الوراق كتعمرهم، كدير هنا المرسل، يعني سميتك، كدير المرسل اليه، السمية ديال السيد والمعلومه ديال السيد اللي غتصيفط ليه. هنا كدير لو مونطون، يعني كدير الثمن باش بعتي ليه، زائد المصاريف ديال الشحن. يعني في امانه المصاريف ديالهم 58 درهم نورمالمون، 46 درهم الا غتصيفط بلا ما يدخلوش ليك الفلوس في لو كونت ديالك، ولكن الا غادي يدخلوا ليك الفلوس في الكونت ديالك كيحسبوا، كيزيدوا ديك 12 درهم ديال داك لو سيرفيس باش يصيفطوا ليك الفلوس لو كونت ديالك. دونك كدير الثمن باش بعتي، مثلا بعتي هذا الكاس ب 100 درهم، كدير 100 درهم زائد 58 درهم، يعني كدير التوتاليتي هنا، يعني كدير 158 درهم. وهنا كدير داك لو كونت، النيميرو ديال الكونت اللي عطاوك في البوسطه، صافي كتصيفط. ديك الساعه انت كتبع لو كليون، كتصيفط ليه هاد لو كود هذا، يعني باش تقدر تشوف ديجا، وحتى الكليان باش يقدر يشوف الكليه ديالو فين وصلت. الوقيته فاش كيشدها راه كيدوزو ليك الفلوس اوتوماتيكمون في لابليكاسيون، تقدر تشوفها من لابليكاسيون ديال امانه في التليفون. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش هاد السبت ان شاء الله راه كاين واحد الميتاب هنا في لي لوكو ديال كانتينوم، اي واحد بغى يحضر مرحبا به، يعني ما كاين حتى شي انسكريبسيون، دونك غادي نتلاقاو بيناتنا، اي واحد عنده شي تساؤل شي حاجه مرحبا به، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.